عملنا محاضرة اليوم ضد فريق يمر فترة زاهية، فريق يلعب في كرة تحطتنا في العديد من المشاكل. أكادير الفترة الأخرانية عم في مقابلات محترمة، وكنا عارفين الشيء هذا باش نخاوه عن ادفرسير اللي واقف منيح دفاعيا وعنده الإمكانيات على مستوى الهجوم السريع واللعب المباشر اللي نجم يخلقنا. اللاعبين بالرغم اللي تتالي المقابلات، هذه ثالث مقابلة في أسبوع، فما برشا فتيك في آخر رمضان، قاعدين نلعبوا في العديد من المقابلات خارج ميداننا. شفتوا اللي كانوا لاعبين الرجاء وتحدوا صعوبة هذه الكل، وكان فما سيرباسمون على المستوى امتلاك الكرة. كانت أغلب الأوقات الكرة عندنا، احنا خلقنا العديد من الفرص، كنا نجموا نتعدى على المستوى 1-0. بعدين المقابلة ولات مسكرة من الطرفين الاثنين في البرولونغاسيون، ما جاوش فرص كبيرة أبار لي بالاراتي اللي ما عرفناش كيفاش نزغلوه، حتى وصلت لضربة الجزاء. ضربة الجزاء فترة ماهيش سهلة، فترة نتاع عصار، فترة نتاع تنجح في الديوال نتاعك. الحمد لله أنس قام بالواجب واللاعبين الآخرين زاد كيف كيف، كان فما تركيز كبير ونجحوا في 5-5. الحمد لله نقول برافو للي جوار، خاطر فما سيرباسمون كبير، فما برشا تعب تحداو الصعوبات هذه الكل وجابوا كاليفيكاسيون لارجمون ميريتي. بونسوار كوتش، دابخي المباراة كيبان لي بأن الرجاء معروف عليها أنها كدير بوكو زوكازيون دون تو لي ماتش. اليوم واش فيها لي زوكازيون قل من داكشي اللي موجود في الرجاء؟ واش السبب كما قلتي رمضان على الفريقين بجوج، ولا الفريق الرجاء اللي ما لقاش راسو في ظل التكتيك باش لعبت الحسنية؟ كما قلت لك الحسنية أكادير الفريق يمر بفترة زاهية، نتائج محترمة وتحسن على مستوى سيرتو التصرف الدفاعي. ان بلوك كومباكت ماهوش سهل أكادير باش تخلق عليه فرص وتنجم تحط دي ديكالاج وتحط اون ديزيكيليب. شفتوا ضد الجيش، شفتوا المقابلات الفارقة زاد كيف كيف. كنا احنا مطالبين باش اونفاري نوتخ جو افيك ان اسبري دو شونجمون دو ريتم في لي 30 دانيير متر. ما كانش ضغط متواصل خاصة في الشوط الأولاني وفي الشوط الثاني على مستوى الدفاع نتاعهم. جات كرة ولا اثنين اللي كنا نجموا نسجلوهم ما توفقناش، لكن كنت عارف اللي المقابلة باش تمشي باللونديرونس، يلزمنا نصبروا، يلزمنا نجريوا المقابلة كما يلزم. كنت نتمنى اللي توفى في 90 دقيقة لعب، ما فاتش، فما برولونغاسيون 30 مينوت زاد طويل لازمك تعرف تتعامل معاه. ما عملناش الفارق في البرولونغاسيون حتى وصلنا لضربة الجزاء، مش عملنا الفارق في المرحلة هذيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.